تقول هل يلزم أن من أذن للصلاة أنه هو الذي يقيم أم يجوز أن يقيم؟ هذا أولى، من أذن فهو يقيم، هذا أولى. لما أذن رجل يقال له فلان الصدائي وجاء بلال ليقيم، إذا جاء بلال ليقيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: يقيم أخو صداء، من أذن فهو يقيم. فمنع بلالا مع أن بلال هو المؤذن المعتاد، لأنه لم يؤذن هذه المرة وإنما أذن هذا الرجل، فقال هو الذي يقيم. هذا من باب الأفضل والأولى، وإلا يجوز ويجزي أنه يقيم غير من أذن. نعم.